وافق مجلس النواب بصورة نهائية على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 232 لسنة 1959 بشأن شروط الخدمة والترقية، والقانون رقم 4 لسنة 1964 بشأن القيادة والسيطرة. كما شهدت الجلسة العامة استعراض عشرات طلبات الإحاطة والمناقشات الخاصة بقطاع الزراعة. جلسة عامة جديدة عقدها مجلس النواب لاستكمال نظر عدد من مشروعات القوانين، وخلال الجلسة وافق مجلس النواب بصورة نهائية على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 232 لسنة 1959 بشأن شروط الخدمة والترقية، والقانون رقم 4 لسنة 1964 بشأن القيادة والسيطرة. الموافق من حضراتكم على مشروع القانون نهائي يتفضل بالوقوف. شكراً. موافق. السادة الأعضاء، حيث إنه قد توافرت الأغلبية اللازمة للموافقة على هذا المشروع بقانون، لذا أعلن موافقة المجلس على مشروع القانون نهائياً. الجلسة شهدت استعراض 127 طلب إحاطة و19 سؤالاً و11 مناقشة عامة عن قطاع الزراعة. فكر الدولة في مجال الزراعة في العديد من المشروعات العملاقة التي تعد من وجهة نظرنا نقلة نوعية في مجال الزراعة وبداية للمشروعات الكبرى في الجمهورية الجديدة. لابد أن نتوقف هنا أمام الدلتا الجديدة، لابد أن نتوقف ونحن نتحدث في هذا الملف أمام استصلاح 1.5 مليون فدان، أمام الاكتفاء الذاتي من الدواجن رغم المشاكل التي يمر بها هذا القطاع. مصر الأولى عالمياً في الموالح والفراولة، ونشيد بجهد الوزارة في فتح العديد من الأسواق على مستوى العالم لكي تصل مصر إلى هذه المرتبة. آن الأوان سيادة الرئيس إن احنا نحول مدارس الزراعية من مدارس يعني تعليم فني إلى مدارس استثمارية بمواردها الموجودة داخل الدولة المصرية. يمكن يعني أنا نزلت وشهدت وزرت مكان هام جداً داخل محافظة كفر الشيخ، وهي مدرسة اسمها مدرسة دسوق الثانوية الزراعية العسكرية. متهيالي إن أقل يعني حاجة ممكن نقدمها لهذه المدارس إن إحنا ندعم الأصول الغير مستغلة اللي موجودة جواها. ورداً على طلبات إحاطة ومناقشات النواب، أكدت الحكومة أن الرؤية الثاقبة والدعم غير المسبوق من القيادة السياسية مكنت مصر من بناء أنظمة زراعية وغذائية أكثر استدامة، مشيرة في الوقت ذاته أن مصر نجحت رغم الأزمات العالمية في تنفيذ مشروعات ساهمت في تحقيق الأمن الغذائي. وهكذا يواصل مجلس النواب مناقشة مشاريع القوانين والقرارات التي تضمن حياة أفضل للمواطنين وتقديم الخدمات بسهولة ويسر، مع تقديم تشريعات تسهل من أداء الحكومة في تنفيذ واجباتها تجاه الدولة.